قضية الناصري وبيوي رئيس جهة الشرق والناصري رئيس المجلس الإقليمي للدار البيضاء، وهما أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة. هذه القضية التي تفككت خطورتها ليس فقط في طبيعة الأشخاص، خطورتها أن الفساد انتقل إلى مستويات أخرى. فبعد ما كنا نتحدث عن الفساد في الصفقات العمومية، اختلاس أموال عمومية، الرشوة، انتقلنا إلى مستوى أخطر، هو أن هذه الشبكة وضعت يدها في شبكات أخرى تتعلق بالتجار الدولي في المخدرات، وهنا تصبح الخطورة. هنا تصبح الخطورة على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى السياسي. هذه الشبكة التي تجاوزت الحدود وانتقلت إلى مستويات أكبر بامتدادات ربما خارجية، لأنه المالي المعتقل يقال أنه مالي، جنسية مالية، وبعض التقارير الصحفية تحدثت عن أصوله الجزائرية، وبعض المعطيات وبعض التقارير تحدثت على أن شركة بيوي فازت بواحد جدار ما بين وجدة والجزائر، وأن داخل الجدار استعمل كمنفذ لتمرير المخدرات. البحث الذي فتح تبين على أن هذه شبكة كبيرة، وأن الملف لا زال حبلة بالمفاجآت، حبلة بالمفاجآت من حيث طبيعة الأشخاص، من حيث الوقائع، من حيث المعطيات، من حيث الأسئلة التي ستطرح. هو سؤال من صنع بيوي بماضي إجرامي، حزبه يتحدث على أنه غير معروف، لكن سوابقه القضائي هو في فرنسا متورط في قضايا جنائية. كيف لهذا الشخص في هذا السن بهذا المستوى الثقافي والاجتماعي أن يراكم الثروة بهذا الشكل؟ تتحدث الآن اليوم على أنه هناك شواهد الملكية ما يفوق 180 عقار لبندبة برسوم عقارية. كيف أن هذه الشبكة أرادت أن تسقط حتى زوجة البيوي في الفخ من خلال فبركة ملف قضائي يتعلق بالخيانة الزوجية؟ إذن هذه الشبكة تداعياتها السياسية والاقتصادية وخطورتها في نفس الوقت. هنا نقول في الجمعية المغربية لحماية المال العام، لما كنقولوا الفساد يهدد الدولة والمجتمع، ليست عبارة إنشائية، هذا رئيس جهة شرق، والآخر رئيس مجلس إقليمي ديال عاصمة اقتصادية، والآخر رئيس ديال الجهة على الحدود مع الجزائر. إذن لما تطورت مثل هذه الشخصيات في مثل هذه القضايا، وأكيد أن هناك شبكة أخرى تحدثت للصحافة عن إسكوبار آخر في الغرب، وأكيد أنه سيظهر إسكوبارات آخرين في مناطق أخرى. هنا نتحدث عن السفينة، هل هذه الشبكة بإمكانها أن تغرق السفينة الدولة والمجتمع؟ من هنا تأتي ضرورة الحزم والتصدي لشبكات ومافيا الفساد.